تبان لما تلمس وتحرر. ربي أنفاسك وصوتك مليان صفحات كتابك والسطور تشهد وتحكي عن قصدك لولادك. كل كلمة من كتابك تستاهل قدامها نقعد، ما كفاية الوقت اللي ضاع في حاجات فاكرينها بتسعد. ادينا نفحص كلامك ياللي انت لينا ومالينا ويغلى كلامك علينا في غربتنا وليالينا. عزيزي المشاهد، اهلا بك في حلقه جديده من برنامجنا فحصين الكتب، برنامج دراسه الكتاب المقدس. بذكر حضرتك ان افضل طريقه تتابعنا بيها ان يكون معك نسختك الشخصيه من الكتاب المقدس، ورقه وقلم تاخد فيها ملاحظاتك. لازلنا في دراستنا في رساله كورنثوس الاولى، وصلنا الى موضوع في منتهى الاهميه عن خطوره خطيه الزنا وموقف القديسين منها، موضوع في منتهى الاهميه للقداسه العمليه. ابقى معنا اليوم في جلستنا الحواريه. يسمع مطلقا أن بينكم زنا، وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه. أفأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل؟ فإني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح، قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا هكذا باسم ربنا يسوع المسيح، إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. أصحاح 5 من الأصحاحات المهمة في هذه الرسالة، وسبق لنا أن احنا قلنا أن في أصحاحات مفتاحية في هذه الرسالة. إذا أردت أن تعرف موضوعا ما مش هتقدر تستغنى أبدا عن بعض أصحاحات هذه الرسالة، زي عشاء الرب، مائدة الرب، المحبة، القيامة. إذا أردت أن تفهم موضوع التأديب الكنسي والعزل مش هتقدر تستغنى أبدا عن كورنثوس الأولى 5. أنا في البداية أحب أتكلم عن نقطتين قبل ما ندخل لتفصيلات هذا الأصحاح. أول حاجة، متى يتم التأديب الكنسي؟ ثانيا، لماذا يتم التأديب الكنسي؟ أولا، متى؟ مش كل خطية محتاجة تجتمع الكنيسة علشان تصدر أحكام، مش كل خطية. في لغة الرمز في العهد القديم مرات كتيرة نجاسات كان يقول عنها يكون نجسا إلى المساء، لا محتاج عزل خارج المحلة ولا غيره، بس هو يبقى نجس لغاية المساء. دي بتصور لنا بعض الخطايا اللي ممكن أنا فيها وعلى طول ضميري يأنبني ومش محتاج اجتماع كنيسة. أنا غلط ورجعت للرب بالتوبة، أو ساعدني واحد من الروحيين أصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. دي مش محتاجة اجتماع كنسي. لكن في العهد القديم نجاسات كان يستلزم عزل الشخص خارج المحلة وهناك يقضي على الأقل أسبوع، صورة للأحكام الكنسية. فنحن هنا لا نتكلم عن خطايا عارضة قد يقع فيها أحدنا وبعدين روح الله يبكته فيتوب، أو إنسان من المؤمنين يساعده فيفهمه غلطته ويتوب، لكن أنا بنتكلم عن خطايا ميجر أكبر من كده تستلزم اجتماع الكنيسة لعزل الخبيث، زي ما بيقول لنا في آخر آية اعزلوا الخبيث من بينكم. دي النقطة الأولانية، وبقى إذن مش كل خطية تستلزم اجتماع الكنيسة لكن في خطايا تستلزم ذلك. الحاجة الثانية، هل أقدر أقول أخي يوسف أن الخطية دي فيها استمرارية وديمومة، يعني دايما مش مرة عملها وخلاص؟ أكيد، ده كان مصر. أكيد. والحاجة الثانية أن هي بتسيء للشهادة، فلازم يكون في تبرؤ منها. فعلا ده اللي حوضحه في النقطة الثانية، وهي لماذا يتم التأديب الكنسي؟ لثلاثة أسباب. أول حاجة، قداسة بيت الله. نمرة 2، براءة الجماعة. نمرة 3، فائدة المخطئ نفسه. يعني قداسة بيت الله؟ بيت الله ده مش أي بيت، ده بيت الله. وببيتك تليق القداسة يا رب
إلى مدى الأيام. إشعياء حزقيال 43 بيقول لنا هذه سنة البيت قدس أقداس، يبقى البيت ما يميز بيت الله قداس، فما ينفعش أن يبقى فيه خطية غير محكوم عليها وليها صفة الاستمرار، ما ينفعش، قداسة بيت الله تمنع ذلك. دي الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية براءة الجماعة. يحضرني هنا قصة جاءت في العهد القديم عن واحد اسمه شمع بن بكري. شمع بن بكري ده تمرد على داود وراح استخبى من يؤاب اللي كان بيطرده، استخبى في مدينة من المدن، وبعدين حاصر يؤاب هذه المدينة وناوي يهدها على أصحابها. واحدة ست حكيمة قالت له أنت ليه بتعمل كده في مدينة كانت محترمة ولها تاريخ وسمعة وسط شعب الله؟ الكلام ده جه في صمويل 22. قال في الحقيقة أنا مش بعمل كده بالظبط، عايز أهد المدينة، لكن سلموا القاتل، سلموا المجرم، سلموا الهارب، سلموا المتمرد، إذا سلمتوه هنفك الحصار. هذا معناه أن طول ما شخص مذنب موجود في وسط الجماعة الله ينظر إلى كل الجماعة، زي ما هيوضح لنا لما يقول إن خميرة صغيرة تخمر العجين كله. فطول ما الشخص المذنب موجود في وسط الجماعة دون حكم عليه الجماعة مش بريئة. عندما يسلموا يعزلوا الخبيث من بينهم عندئذ يثبتوا براءة الجماعة. يبقى أول غرض للتأديب الكنسي قداسة الله، نمرة اثنين براءة الجماعة بيت الله كنيسة الله، نمرة ثلاثة فائدة المخطئ. يعني ليه بنعمل عزل كنسي؟ مش لأننا بنكره الشخص، لكن كنوع من وسائل العلاج، لأنه لما يعزل ممكن يتأنب، يمكن يحس بغلطته، ممكن يتوب عنها، يخجل من خطيته، عندئذ يرد. وده اللي حصل في الرسالة الثانية من كورنثوس لما الرسول بولس كتب وقال لهم تردوا وترجعوا الذي عزل من وسطكم لأنه تاب وكاد أن يبتلع من الحزن المفرط. كمان يا أخي يوسف التأديب الكنسي ما يقومش بيه فرد، لكن ده عمل جماعي، ده عمل الكنيسة، الكنيسة مجتمع. معروف أن الكنيسة تجتمع في القبول في الشركة أو العزل من الشركة، وزي الموقف بتاعنا بتاع كورنثوس الأولى 5، أو رد المعزول كما تاب فيما بعد وقال لنا في الرسالة الثانية إن هم يقبلوا، لكن ده ما يقومش بيه فرد. لكن ليه هنا كان في كلام عن العزل؟ مفيش فترات قبلها أو مراحل قبلها للعلاج؟ هناك بعض السقطات تحتاج إلى علاج الروحانيين. إذا سبق إنسان فأخذ في زلة ما فاصطحوا أنتم الروحانيين مثل هذا. يعني إذا في بعض العيوب، بعض السقطات عند البعض، في جماعة روحانيين في المكان بيقوموا بالدور الأسقفي الرعوي مع الأخ المخطئ علشان يردوه، علشان يرجعوه. لكن بعد فترات إذا استلزم الأمر واتضح أنه العلاج مش جايب معاه فايدة بعد مرات كثيرة من محاولات العلاج، القرار الذي تأخذه الكنيسة مش بس روحانيين، الكنيسة هو العزل. لكن في الحالة بتاع الأخ ده بتاع كورنثوس الأولى 5 حصل العزل، أو الرسول كلمهم عن العزل مباشرة، مفيش مراحل قبل العزل، لأن الخطية كان يسبقها تاريخ من الشر. يعني واحد وقع في الزنا مش من أول مرة، ده واحد كان عايش، كان عنده ديمومة في هذه الخطية. وده كانوا يقول لنا أن في بعض الخطايا، الخطايا التي تؤكد أن هذا الشخص مستمر في هذه الخطية، أو الخطايا التي لها تأثير واسع على الشهادة ينبغي أن يؤخذ فيها إجراء فوري ما ينفعش التأخير فيه. فإحنا لازم نميز إمتى ممكن نعالج، إمتى ممكن ناخد القرار. يبقى نقدر نقول أيضا أن التأديب الكنسي مش غرضه الانتقام أو التخلص نهائيا من الأخ، لكن زي ما أشار الأخ يوسف هو غرضه إصلاح الأخ المخطئ مش انتقام منه. لكن الحاجة التانية كمان، التأديب الكنسي لا يمارس بروح الكبرياء، لكن يمارس بروح التذلل والانكسار أمام الرب ومزيد من الحزن من الجماعة المجتمعة. وآخر ما تلجأ إليه الكنيسة فعلا هو قرار عزل أخ. أضيف ولا هو عقاب، يعني إحنا مش بنعاقب خطيئة، لكن إحنا بنمشي في سكة براءة الجماعة من ناحية، مراعاة قداسة الله زي ما الأخ يوسف قال، وعلاج الأخ نفسه. بالنسبة للنواح اللي حضرتك أشرت إليه، أفأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا؟ غلط أنهم انتفخوا وكان لازم ينوحوا. طب ليه؟
غلط انهم انتفخوا. لماذا انتفخوا؟ لان كل واحد احس انه هو اللي غلط بس انا فانا انتفخ. لا، في الحقيقه مش كده، بل بالحري لم تنوحوا، انت كان مفروض تنوحوا. واحد شبهها قال لك لما تحصل مصيبه في البيت، مش بالضروره انا اللي كون عملت المصيبه دي، بس واحد من اشقائي افراد العائله، طب انا انتفخ على ايه؟ ده انا ابقى مكسوف. طب انت ما عملتهاش، بس اخويا اللي عملها مش كده، فانا انوح وانا اتضع. فانتم متفقون وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل. في حالة الأحكام الكنسية التي تحتاج إلى روحانية وتحتاج إلى حالة من الانكسار قدام الرب، الرب لما أشار في متى 18 عن درجات إصلاح الأخ المخطئ، لما قال اذهب إليه وعاتبه بينك وبينه وحدكما، إن سمع منك فقد ربحت أخاك، إلى أن يصل إلى مرحلة تعرف الكنيسة، قل للكنيسة، اتكلم بعدها عن الصلاة، وأن اتفق منكم اثنان في طلبة، وكأن الصلاة ينبغي أن تكون هي القاعدة التي تنطلق منها الكنيسة في مراحل الإصلاح أو مراحل الأحكام الكنسية. الصلاة التي تضع الإنسان أو تضع وجه الإنسان في التراب وتفسح المجال لقدرة الله أن هي التي تعمل. وأكد على كلام حضرتك قلته قبل شوية أن العلاج فردي والأحكام كنسية. يعني ما فيش علاج كنسي. طول ما أنا عرفت أن في غلطة في أخويا أنا مش محتاج أقول لأي حد، لكن بنفسي أروح أصلحوا أنتم الروحانيين، فالعلاج فردي. وطول ما هي مراحل علاج لا ينبغي أن يعلم بها أحد كائن من كان. إذا فشلت في العلاج عندئذ سأقول للكنيسة، والكنيسة لها إما أن تعطي الإنذار الأخير، أو إذا كان الأمر زي ما حضرتك قلت من شوية أنه زلت هذا الأخ، ده مش زلة، دي عيشة. يعني كل واحد يبقى ليه امرأة أبوه، يعني كده وأنا ماشي كده حصلت الحكاية دي، ليها ترتيب وليها عششت في ذهني يمكن أسابيع ويمكن شهور ويمكن سنين عشان أوصل للمصيبة دي. إذن هذه الخطية مش محتاجة إنذار، لكن أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح، حكمت على الذي فعل هذا أن يسلم مثل هذا للشيطان. وبالمناسبة التسليم للشيطان ليس حكما كنسيا لكنه سلطان رسولي. ولأن الرسل النهاردة مش موجودين فما فيش سلطان رسولي، لكن ما زالت الأحكام الكنسية موجودة بحسب الآية 13 من هذا الأصحاح، اعزلوا الخبيث من بينكم. من بين السمات الخطية اللي موجودة هنا كمان، أولا بيقول يسمع مطلقا، بمعنى أنه شاع القول. صحيح، يعني في نوع من البجاحة في الخطية، مش تتعمل بالدرة بالظبط، يعني أصبح بالنسبة له ما عندوش مشكلة فيها خالص، فوصل الأمر لأنه هو لا، دي مش مسألة واحد حاسس بغلط وأنا هعالجه، لكن وصل لدرجة أنه بيعمل الخطية ببجاحة وبمستوى ما بيسمعش بين الأمم الوثنيين. يعني حتى الناس اللي بتحترم المبادئ بتاعتها دي مرات أبوك، يعني في مكان أمك مش مفروض أن أنت تكون بتفكر بالطريقة دي. فطبعا واضح أن الخطية مش سهلة، وبالتالي عشان كده كان لازم ياخدوا القرار على طول. طبعا أحب أقول برضو حاجة، أن الوسط بتاع كورنثوس فاسد للنخاع، بس زي ما بيقول الرسول هنا لا يسمع مثل هذا. يعني لأن الوسط فاسد من السهل أن الواحد يعني يقوم يزود كمان شوية تاني. لا، ده مفروض أن المجتمع فاسد، بس كنيسة الله يميزها قداسة. يعني حتى اللي بيعملوه الآخرين أنا ما عملوش، فكان بالحري إن اللي ما بيعملهوش الآخرين يعمل في كنيسة. وده بيورينا قد إيه ممكن الإنسان المؤمن، لأن هذا الأخ مؤمن، يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب. ممكن المؤمن يقع في مصيبة زي كده؟ لو قرينا العهد القديم حنلاقي إن كتير من الأفاضل والأبطال سقطوا في خطايا بشعة، وربنا يرحمنا قالنا إن احنا ما نحسش بأننا متفوقين أو متميزين، فمن يظن أنه قائم فلينظر ألا يسقط. التعليم الرمزي. التعليم الرمزي ليس استنتاجا أو اجتهادا مفسرا، ولكنه أمر مذكور صراحة في كلمة الله الموحى بها، ولقد أشار إليه بولس في رسالته إلى غلاطية. والتعليم الرمزي لا يلغي واقعية الرمز، ولكنه يضفي معناً أبعد في المرموز إليه. فمثلاً شخصيتا سارة وهاجر
هما شخصيتان حقيقيتان واقعيتان، ولكنهما يرمزان إلى شيء أبعد من ذلك، إلى النعمة والناموس. ويذكر بولس صراحة، وكل ذلك رمز، كما ذكر كاتب العبرانيين عن المسكن القديم الذي هو خيمة الاجتماع، الذي هو رمز للوقت الحاضر، أي إن كل نظام المسكن القديم ما هو إلا رمز. وهذا ليس تفسيراً أو اجتهاداً، بل تعليماً كتابياً مذكوراً صراحة. وأيضاً هذا لا يلغي تاريخية خيمة الاجتماع، ولكنه يعطينا بعداً رمزياً أبعد في دراستنا لها، ويعطي لتفصيلاتها دروساً ومعاني روحية. وعلى هذا الأساس استخدم بولس في تعليمه ما ذكر في العهد القديم عندما قال: لا تكم ثوراً دارساً والفاعل مستحق أجرته، فالثور يرمز للفاعل. وهذا أيضاً يعطينا بعداً أبعد، ليتنا نجتهد في دراستنا لكلمة الله الغنية بالتعاليم، وسنظل نقول: لكل كمال رأيت حداً، أما وصيتك فواسعة جداً. ليس افتخاركم حسناً، ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ إذن نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجيناً جديداً كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضاً المسيح قد ذبح لأجلنا. إذن لنعيد، ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. الأعداد من 6 إلى 8، الرسول بيقدم مجموعة من التحريضات الجميلة لمؤمنين كورنثوس، فيقول لهم: ليس افتخاركم حسناً، ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ في الحقيقة في ناس بتعلم تعليم خاطئ أن الخميرة في كلمة الله تشير إلى البركة، لكن في كل مرة نقرأ عن الخميرة في كلمة الله لا تشير إلى البركة، بل تشير إلى الشر. هذه العبارة الجميلة: خميرة صغيرة تخمر العجين كله، نقرأها هنا في كورنثوس الأولى 5، وجد كمان في رسالة غلاطية صح 5:9. مرة تيجي بالارتباط بخمير السلوك، وفي غلاطية بتيجي بالارتباط بخمير التعليم، وفي المرتين تحذير شديد وتحريض للإخوة على أنهم يعرفوا أن الخميرة الصغيرة تخمر العجين كله. وأنا شايف أن في بعض المشابهات بين الخميرة وبين الخطية. الخميرة صغيرة، وهكذا أيضا مرات بتكون الخطية، مرات بتبتدي صغيرة لكن بتكبر كتير جدا وسريعة الانتشار، فصغيرة الحجم لكن سريعة الانتشار وقوية التأثير. وبعدين يقول لهم: إذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير. لاحظ لما قال في 7: إذا نقوا منكم، يقول لنا السبب: لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. وكأنه بيرجع بينا للي كان بيعمله اليهودي زمان، بالارتباط بعيد الفصح اللي يتبعه مباشرة عيد الفطير، كان على اليهودي أن يفتش البيت تفتيش دقيق للغاية لكي ما يطهر بيته من أي قطعة خميرة ولو صغيرة، علشان يبتدي بعد كده عيد الفصح وراء عيد الفطير ويخلو البيت تماما من الخبير. فإن كان يتعامل اليهودي مع الفصح الأرضي بهذا الشكل وبهذا التدقيق، فكم بالحري نحن كمؤمنين من ارتبطنا بالمسيح فصحنا علينا أن ندقق وتكون حياتنا فطير. في بعض الكتابات اليهودية في نص بيقول اليهودي قبل الفصح على طول، يقول له كده: اللهم قد أخرجت كل أثر الخمير من بيتي، وإن بقي شيء لا علم لي به فإني من قلبي أطرحه خارجا كذلك. هم مفتخرون، فبيقولهم: ليس افتخاركم حسن. تفتكر ليه بيفتخروا؟ بيفتخروا لأنهم حاسين إن هم بعيد عن صاحب المشكلة، يعني هو اللي عمل الغلطة إحنا ما عملناش، عشان كده لم ينوحوا. مفتخرون وكأن في مسافة بينه وبينهم،
فبيقول لهم ليس افتخاركم حسنا، ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ وأنتوا فاكرين أن هو بعيد عنكم؟ أنتوا مش عارفين أن هو باعتباره خميرة ممكن هذا يخمر العجين كله؟ وده هنا كأن الله بينظر للجماعة كوحدة واحدة، زي ما سمعنا الأخ يوسف أنه ما فيش واحد مستقل بذاته، الخميرة الصغيرة تخمر العجين كله، وهذا من مستلزمات إجراء الأحكام الكنسية، قداسة بيت الله، مراعاة القداسة، وتبرئة الجماعة أيضا من الخطيئة. وبعد كده بيقول لهم إذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير. يمكن الآية دي عايزة تتفك شوية في بعض كلماتها. إذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير. أنتم في مقامكم فطير. نعم. ما هو الفطير؟ الفطير هو العجين الذي دخل إلى النار ولم يكون فيه فعل الخمير الآن. فمقام المؤمنين هم فطير، ما فيش تأثير للخمير، لكن أنتم عجينا جديدا، دي الحالة بتاعتكم. العجين الجديد ممكن الخميرة تدخله فتخمره تاني، عليك وانت ماشي تنقي، ودي عملية القداسة المستمرة أو مراعاة اعتبارات قداسة الله في بيت الله من خلال اعزلوا الخبيث من بينكم. فاحنا مقامنا فطير بعيد عن الخمير، حالتنا عجين جديد، مسؤوليتنا ان احنا ننقي الخميرة العتيقة. فبيتكلم عن المقام، بيتكلم عن الحالة، بيتكلم عن المسؤولية. المقام فطير، الحالة عجين جديد، وارد انه يتخمر، فنقوا الخميرة العتيقة. عودة تاني الى خميرة صغيرة تخمر العجين كله، افتكر صورة واضحة جدا في يشوع 7. ايه اللي حصل في يشوع 6؟ انتصروا على أريحة نصرة عظيمة. جت يشوع 7 بلد صغيرة عاي، فاحتقروها، يعني ده احنا نخلص عليها في نص ساعة. اتهزموا هزيمة منكرة لدرجة ان يشوع مزق ثيابه وسقط قدام ربنا. ربنا قال له ايه في يشوع 7 الآية 10؟ فقال الرب ليشوع لماذا أنت ساقط على وجهك؟ قد أخطأ إسرائيل، بل تعدوا عهدي الذي أمرتهم به، بل أخذوا من الحرام، بل سرقوا، بل أنكروا، بل وضعوا في أمتعتهم، فلم يتمكن بنو إسرائيل للثبوت أمام أعدائهم. الرب هنا بيعتبر أن كل إسرائيل أخطأ، وكل إسرائيل سرقوا وأخذوا من الحرام وأنكروا ووضعوا في أمتعتهم، مع أن الحقيقة كما تتضح من بقية الأصحاح اللي عمل كده واحد اللي هو مين؟ عخان. بس الله بص على كل الجماعة، طالما عخان لسه موجود في وسطهم، أنكر إسرائيل وأخطأ إسرائيل وسرق إسرائيل وتعدى عهد إسرائيل، لغاية لما رجموا عخان في وادي عخور، ووادي عخور صار بابا للرجاء. عندما نقضي على الشر عند أذن ربنا يبارك، لكن عندما نحتضن الشر ومش عايزين نتخذ موقف، عند إذن هناك هزيمة نقرأ. عدد 8 يقول الكتاب إذا لنعيد. وأرجو أن لا يفهم المشاهد أني مقصود بالعيد أيام معينة محددة بنعيد فيها، لأن رسالة كولوسي بتقول لنا لا يحكم عليكم أحد من جهة عيد أو هلال أو سبت. إحنا كمؤمنين بارتباطنا بالمسيح، العيد مش في أيام معينة، لكن العيد بالنسبة لنا طابع عيش. إذا لنعيد ليس بخميرة عتيقة. إيه الخميرة العتيقة؟ يعني ببساطة الخطايا التي كنا نحياها أو نعيش فيها قبل الإيمان. ما يصحش بعد الإيمان أن نعيش في مثل هذه الخطايا. كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهلتكم. يبقى سلبيا علينا أن احنا زي ما بيقول كده في عدد 8 ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الخبز الشر والخبز، لكن إيجابيا بل بفطير الإخلاص والحق. في لويين 23 يجي ذكر عيد الفصح وعيد الفطير. أو عيد الفصح بيتكلم عن يوم، لكن الفطير 7 أيام دورة الحياة. وهنا بيتكلم أن المسيح فصحنا قد ذبح، ذبح مرة واحدة، فالمسيح مات مرة واحدة، لكن في دورة الحياة علينا أن نعيش حياة الفطير التنقية. وده لازم يكون قدامنا، ده واضح ان احنا في دورة الحياة نعيش الفطير، نعيش حياة الفطير،
لأن المسيح في صحنة قد ذبح مرة واحدة لأجلنا. الحقيقة الجزء ده مع أجزاء تانية برضو من كرونسوس بتدينا فكرة عن إزاي نستفيد بالعهد القديم، لأنه من غير إشارة زي دي أن فصحنا المسيح قد ذبح، هتتحول الأمور المذكورة في اللاويين وفي الرموز الحاجات عموما اللي ذكرت في العهد القديم من طقوس إلى حاجة ما لهاش ليها أي معنى. لكن هنا بيرسي أساس، ما عايز أقول لك مين الفصح؟ هو المسيح. طب أنتم تبقوا إيه؟ فطير إزاي؟ يعني تعيشوا الحياة بالمنظر دوت. كانوا بيدينا مفتاح لما يمكن أن نسميه التعليم الرمزي اللي يعلمنا إزاي نربط العهد القديم بالعهد الجديد من خلال الرموز اللي فيه. يعني في آيتين، الآية الأولانية هذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا. الآية دي بيودوها إلى رافضين التعليم الرمزي، بيودوها فين؟ هذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا. قصة تانية جت في سفر التكوين، قصة عائلية، ويمكن الذوق المتحضر يرفضها ويأباها. يعني واحدة ست زلت الجارية بتاعتها وطردتها من البيت، إيه لزوم الكلام ده في كتاب الله؟ يجي بولس في غلاطي 4 يقول وكل ذلك رمز. اللي بيرفضوا التعليم الرمزي بيحتقروا وبيصغروا من كلام الله ولهم دينونة. كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزنات، وليس مطلقا زنات هذا العالم أو الطماعين أو الخاطفين أو عبدة الأوثان، وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم. وأما الآن فكتبت إليكم إن كان أحد مدعو أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا أن لا تخالطوا ولا تآكلوا مثل هذا، لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج؟ ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ أما الذين من خارج فالله يدينهم، فاعزلوا الخبيث من بينكم. عدد 9 بيقول كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزنا. عدد 11 وأما الآن فكتبت إليكم. وكتير بيقف قدام العددين دول يقول هو كتب إمتى؟ وأين الرسالة التي أرسلها إليهم؟ واضح أنه كان في اتصال بينه وبينهم، قال لهم قبل كده في رسالة كتبت إليكم في رسالة أن لا تخالطوا الزنا. فحد يقول هل هناك رسائل مفقودة في الوحي؟ أكبر دليل على أنها ليست من الوحي أنها ليست متضمنة الآن، لكن ما كتبه في هذه الرسالة في رسالة كورنثوس الأولى هو ما كتبه مسوقا من الروح القدس. كان في تواصل بينه وبينهم، وقال لهم في إحدى اتصالاته بينهم أو تواصله معهم هذه الرسالة لا تخالطوا الزنا، فده اللي قاله لهم قبل كده. واللي بيقولوا في هذه الرسالة الآن وأما الآن فكتبت إليكم إن كان أحد مدعوا أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا ألا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا. هنا عايزين نقف عند حاجة مهمة جدا، ما هو التعامل مع الأخ الذي وقع تحت الأحكام الكنسية؟ احنا عرفنا سياق الكلام في أصح 5 في حالة ينبغي التعامل معها، هم تأخروا، قال لهم انتم مفتخرين لم تحزنوا، بعد كده قال لهم لازم تجتمعوا إذ روحي وأنتم مجتمعون. في أحكام كنسية يسلم مثل هذا للشيطان، بعدما يسلم مثل هذا للشيطان عليه أحكام كنسية يعملوا إيه؟ كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزنا وليس مطلقا زنات هذا العالم. هو مش بيتكلم عن العالم الخارجي، لأنه كنا لا نخالط العالم الخارجي علينا أن نخرج من العالم ونعيش في الصحراء، ونحن لسنا مدعوين لكي نترك العالم لكن نؤثر في العالم. لكن بيتكلم على من هم داخل في داخل مالهم. بيقول إن كان أحد مدعوا أخا زانيا طماعا عابد وثن، هذا الأخ اللي هو عبارة عن خميرة صغيرة وقعت عليه أحكام كنسية لا تخالطوه ولا تؤكلوه، انقطاع الشركة مع الأخ اللي عليه أحكام كنسية، وهذا ليس ضد المحبة. لأن يفسر كثيرا أنه عندما يتم حكم كنسي على أخ والكنيسة لا تتعامل معه أن الكنيسة رفضت هذا ورفضت هذا ولا تقدم له المحبة. ونسمع من بعض الأشخاص يقول لك طب مكنوا له المحبة، طيب قربوه منكم، طبعا يصلى لأجله
يتابع من بعيد، لكن الشركة القريبة لا تمارس مع الأخ اللي عليه أحكام كنسية. فلا يتكلم على الذين هم من خارج، فالذين هم من خارج دان لهم دينونة من عند الله، لكن يتكلم على الذين هم من داخل. والفاصل بين الخارج والداخل سور، والسور هو الذي يحدد ملكية المكان ويفصل بين الجماعة التي في الداخل والشعوب أو المجموعات التي هي من خارج. بيت الله، كنيسة الله، يميزها سور ويتعامل بالأحكام الكنسية مع الذين هم من داخل. أعتقد لأن يمكن أخ عياد ممارسة صور شركة مع الأخ المعزول بكده يبقى كأن التأديب فقد هبته أو فقد الغرض منه. يشعر الأخ المعزول لو في صور شركة معاه كأن شيئا لم يكن، ما الأخ بيتعاملوا معاه عادي. لكن عندما تنقطع الشركة مع الأخ المعزول هذا يقود أن يدرك حجم الفعل الشنيع أو حجم الخطية التي ارتكبها، فيقود إلى التزلل والتوبة. عدم تفصيل كلمة الحق بالاستقامة جاءت منه مشاكل. ففي آية متى 7:1 لا تدينوا لكي لا تدانوا، وفي آية تانية في كورنثوس الأولى أصحاح 5:12 لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج، ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ يعني السؤال هو ندين ولا ما ندينش. هنا الآية واضحة، إحنا ندين الذين من داخل، نحكم على الذين من داخل اللي هم ليهم علاقة وشركة معنا. وبالمناسبة التعبير ده بيزعل قوي الناس الليبراليين بتوع الفكر الحر اللي عندهم كله كويس. لا، هنا في من داخل وفي من خارج، وأنا مش هدين اللي من خارج اللي ملوش شركة معايا، لكن اللي من داخل علينا أن ندين. مش بس كده، اعزلوا الخبيث من بينكم. لماذا؟ لأن خميرة صغيرة تخمر العجين كله. لماذا؟ لأن عخان وحده اللي سرق، لكن كل الشعب اعتبر مختلسا وسارقا. يبقى إذن نعم في أحكام كنسية دي تختلف تماما عن كلام الرب في عزة الجبل، لا تدينوا الدوافع، لا تدينوا باعتباركم تملكون المعرفة المطلقة. لكن عندما يكون في الكنيسة في الشركة مع أشخاص وقعوا في خطية علينا أن نحكم، نحن ندين الذين من داخل، أما الذين من خارج فالله سيدينهم، فاعزلوا الخبيث من بينكم. يمكن أخي يوسف ما يؤكد أن الكنيسة المحلية تصدر أحكاما على الذين في شركة معها مش على الذين هم من خارج، أن الكنيسة المحلية في كورنثوس عندما حكمت بالعزل حكمت على الأخ المخطئ الذي زنى مع امرأة أبيه، لكن لا نقرأ أبدا أنها حكمت على المرأة التي زنى معها، لأنها على ما يبدو لم تكن في أي صور من صور الشركة مع الجماعة في كنيسة كورنثوس. إيه خطورة أن يكون في شركة مع الأخ اللي واقع عليه أحكام كنسية؟ يعني إذا كان هناك حكم كنسي فالغرض منه أن يقود هذا الشخص المخطئ إلى الاعتراف بخطائه وتبرئة الجماعة وإدانة نفسه وشعور بالحزن، حزن لفقدان الشركة. عندما تمارس الشركة مع أشخاص معزولين وعليهم أحكام كنسية، إيه اللي تغير؟ ما هو يعني بيترحب بيه وبيتاكل معاه وبيشرب معاه وبيخرج، إيه اللي تغير؟ متى سيشعر بالندم؟ متى سيشعر بالحزن؟ متى سيشعر أنه فقد شيئا ثمينا وهو الشركة؟ متى سيبرر الجماعة ويدين نفسه؟ الحاجات دي كلها بتعطل شعور الشخص أنه غلطان والجماعة بارة أو مبررة في القرار الآخر. أضف إلى ذلك هناك 3 صور من الخمير في الكتاب المقدس، أشرنا إلى 2 منهم لما قلنا أن في خمير تعليم وخمير سلوك. في كورنثوس الأولى 5 خمير سلوك، في غلطي 5:9 خمير تعليم، لكن هناك خمير الشركة. أيوه. إيه خمير الشركة؟ نفهمه على سبيل المثال من رسالة يوحنا الثالثة، رسالة يوحنا الثانية، لما بيقول لا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعمال الشر. يعني لو جانا مبتدع ينكر لاهوت المسيح مثلا وأنا سلمت عليه بس ما عملش غير كده، أنا مشترك في أعماله الشريرة، دي مصيبة سودة، مصيبة. عشان كده قال لا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام. لما تروح لرؤية 18:4-5 يقول كده اخرجوا من وسط بابل يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها وتأخذوا من ضرباتها. فحتى السلام
حتى الشركة العادية، أنا في شركة مع شخص أهان الرب، إزاي أنا لو حد أهان حد من عيلتي عزيز أقدر أكل معاه وكأنه شيء طبيعي ما حصلش حاجة؟ فكم بالحري عندما يكون الرب نفسه الذي ينبغي أن يكون له كل الولاء. تأكيدا للكلام اللي بيدور حوالين مين اللي يمارس عليه التأديب الكنسي، بيقول كده صراحة: إن كان أحد مدعوا أخا، يعني مدعوا طبعا ممكن يكون مدعوا بصدق أو بدون صدق، لأنه وصلنا لحالة في كرونسوس صعب التفرقة بين مين ومين، مين حي ومين مش حي، بس مجرد أنه هو بيقول أنه هو أخ، يعني بيقول إيمانه أنه في دائرة الشركة بتاعتنا لابد أن ينطبق عليه التأديب الكنسي. أنا بفهمها بطريقة يمكن عكس كده أخي عصام، أنه الشخص عندما يقع في الخطية ما عدنا متأكدين أنه مولود من الله، فأصبح في نظرنا، ما بنقولش أنه مش مولود لكن بنقول أنه مدعو أخ. بتفكرنا بغلاطية 6:1: إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما. هو مؤمن، طب ما تقول أخ أنا مش عارف، طالما وقع في خطية بتفضل على علامة استفهام لغاية لما يتوب عن الخطية. أو نفس الفكرة في يوحنا الأولى أصحاح 2 لما بيقول كده: إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب. هو ده مؤمن ولا مش مؤمن؟ طول ما هو عايش في خطية وما تبش عنها ففي علامة الاستفهام. فهنا بيقول: إن كان أحد مدعوا أخا. لكن بكل أسف اسمع الست صفات اللي جاية: زاني، طماع، عابد وثن. يا ساتر، ممكن واحد يبقى مؤمن أو بيقول عن نفسه مؤمن، زاني، طماع، عابد وثن، شتام، سكير، خاطف، أن لا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا، يعني دي عينة بس لكن لسه تطول، لكن لا تؤكلوا مثل هذا. وبعدين نلاحظ كمان حاجة تاني، أن الصيغة هنا في صيغة الاستمرار، شتام يعني مش شتم. ربنا يحفظنا كلنا من أننا نشتم، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، لكن ده هنا مش شخص مرة غلط وتسرع وطلعت من بقه كلمة مش في محلها، لكن ده شتام، يعني طبع حياته، يعني إذا كان مدير عمل أو أي حاجة تزعله من العامل اللي شغال عنده يقوم شتمه. ما ينفعش أن يكون مؤمن. فإذا كان أحد مثل هذا لا تخالطه ولا تآكله مثل هذا، واعزله الخبيث من بينك. كان على ما يبدو بينهم خلافات على أمور أرضية تافهة، مزودين بفطنة روحية وخبرة روحية. لما بيكلمنا أنه اتظلم يقول تاركا لنا مثال، فما فيش غريب أني أتظلم. طب وليه أحمل نفسي يعني هذا الأمر السيء أن أنا أكون ظالم أنا كمان؟ قال هنري مارتن المرسل الإنجليزي للهند ولإيران، قال: الكتاب المقدس يشبه قصرا بناه كثيرون، لكن الذي وضع تصميمه شخص واحد. هل تشتهي أن تدخل إلى هذا القصر وتجوب فيه وتعرف ما فيه من كنوز؟ بمعنى هل تشتهي أن تدخل إلى كلمة الله المليئة بالجواهر والدرر والكنوز لكي تكتشف ما فيها من غنى لا يستقصى في هذا الكتاب العظيم؟ لذلك ندعوك إلى هذا البرنامج فاحصين الكتب، الذي فيه ندرس الكتاب المقدس دراسة موضوعية جزءا جزءا من كلمة الله.